أحالت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المالية لسنة 2020 على مكتب البرلمان دون مسودة المشروع التمهيدي لقانون المحروقات. هذا وكان مجلس الوزراء قد صادق أمس على المشروعين، بالإضافة إلى مراسيم تنفيذية تعدل قانون المستخدمين العسكريين والإجراءات الجزائية. ونقل صحفي نيوميديا أصداء من البرلمان صباح اليوم تقول بمطالبة غالبية النواب تأجيل إحالة القانون أو قانون المحروقات على المجلس إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.